الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. فرع ولا يخمس السلب، نعم، فرع ولا يخمس السلب. نقول السلب أن السلب للقاتل، وبأن ذلك أمس. قال هنا فرع ولا يخمس السلب، وقال ابن عباس يخمس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن كان كثيرا يخمس، وإن كان قليلا لم يخمس. صحيح أن الراجح أن السلب محضية السلب كلية السلب يكون لي الأمين. أمين الله يرضى عنك يا منال، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، ما رأيناك من أول الدرس، لكن نسعد جدا بأن تكوني معنا، جزاكم الله كل خير. نعم، السلب كله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلب. دليلنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، وهو عام، ويستحق القاتل السلب من أصل الغنيمة. وقال مالك، نعم، قال مالك: يستحق من خمس خمس، خمس خمس للنبي صلى الله عليه وسلم. ودليلنا عليه ما روى سلمة من الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأتانا رجل على جمل أحمر، فنزل وأطلق الناقة وأكل مع القوم، ثم قام وركب، نعم، وانطلق، فقالوا: طليعة القوم. فانطلقت وراءه فأخذت بزمام ناقته وقلت: إخ، فبركت، فاخترت السيف فقتلته وأخذت سلبه. فاستقبلني الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله؟ من قتله؟ فقالوا: سلم ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. كأنها يعني وفاقا. قال: من قتله؟ قالوا: سلم ابن الأكوع. قال: فله سلبه أجمع. مسألته. قال العباس: وأن حصر الإمام أهل بلد أو حصن أو قرية فعقد بينه وبينهم عقدا على أن ينزلوا على حكم حاكم جاز. ظهر جدا في بني قريظة، وأنهم نزلوا على حكم من سعد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، فعقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينزلوا على حكم سعد. إذا ثبت هذا وأنهم ينزلون على حكم أحد، فلابد أن يتوفر شروط سبعة: أن يكون يعني الحاكم أن يكون رجلا حرا، يعني رجلا امرأة، رجلا قائد يخرج المرأة، حرا قائد يخرج العبد، مسلما قائد يخرج الكافر، بالغا قائد يخرج الصغير. أن يكون رجلا حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا فقيها كما اشترط في حق القاضي، إلا أنه يجوز أن يكون أعمى، لأن عدم بصرها هنا لا يضر بالمسلمين، لأن الذي يقتضي الحكم والمشهور من أمرهم، وذلك يدركه بالرأي مع فقد البصر. وإن حكموا رجلا يعلم أن قلبه يميل إليهم كره ذلك وصح حكمه، لأن شروط الحكم موجودة فيه. وإن نزلوا على حكم رجلين أو أكثر جاز كما يجوز التحكيم في اختيار الإمام إلى اثنين، ولا يكون الحكم إلا على ما اتفقنا عليه. وإن نزلوا على حكم حاكم غير معين يختاره الإمام جاز، لأنه لا يختار إلا من يصلح للحكم. وإن نزلوا على حكم حاكم يختارونه لم يجز، لأنهم ربما اختاروا من لا يصلح للحكم. فإن نزلوا على حكم حاكم يصح حكمه، فمات الحاكم قبل الحكم، أو نزلوا على حكم حاكم لا يصلح للحكم، فإن اتفقوا هم والإمام بعد نزولهم على حكم حاكم يصلح للحكم جاز ذلك. وإن لم يتفقوا على ذلك وجب ردهم إلى الموضع الذي نزلوا منه، ورجع الإمام إلى حصارهم. وكذلك إذا تزكوا على حكم رجلين فمات أحدهما، فإن اتفقوا على من يقوم مقامه جاز، وإن لم يتفقوا عليه وجب ردهم إلى حيث كانوا. طبعا إبلاغ المأمن هذا واجب على المسلمين، لأن المسلم لا يخون. وأما صفة حكم الحاكم فيهم، فإن حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وأطفالهم صح حكمه، لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة. وإن حكم بقتل مقاتلتهم وترك نسائهم وأطفالهم أو بترك الجميع
صح حكمه كما يجوز المن على الأسارة، وكذلك أن حكم فيهم بإطلاق مقاتلتين بمال يدفعونه صح حكمه كما يجوز مفادات الأسير بمال، وإن حكم على مقاتلتين بعقد الزمة وإعطاء الجزية ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأن ذلك عقد فلم يصح إلا بالرضا منه، والثاني يصح ويلزمهم ذلك لأنهم قد رضوا بحكمه، وإن حكم باسترقاقهم صح حكمه لأنه إذا صح حكمه بقتل مقاتلتين فلأن يصح باسترقاقهم من باب أولى، فإن حكم عليهم بالقتل وأخذ أموالهم فعفى الإمام عن واحد منهم وماله فعفى عنه وعن ماله صح عفو، لأن سعد بن معاذ حكم بقتل رجال بني قريظة وسبي نسائهم وأمرهم، فسأل ثابت بن قيس بن شماس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن واحد من بني قريظة فأجابه لذلك. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وإن حكم الحاكم استرقاقهم ثم أراد المن عليهم لم يجز إلا برضا الغانمين لأنهم قد صاروا مالا، فإن صاروا مالا فصاروا غنيمة ولا بد من إذن جميع الغانمين. وإن حكم بقتل مقاتلتين ثم أرادوا استرقاقهم قال شيخ أبو إسحاق لم يجز لأنهم لم ينزلوا على ذلك. مسألة: إذا أسلم الكافر قبل الأسري عصم دمه وماله وأولاده الصغار سواء خرج إلى دار الإسلام أو لم يخرج. وقال مالك: إذا أسلم في دار الحرب حقن دمه وماله الذي في دار الإسلام، وأما ماله الذي في دار الحرب فيغنم. قال أبو حنيفة: يحقن بالإسلام دمه وماله الذي يده المشاهدة أو المشاهدة ثابتة عليه، وما كان وديعة له عند ذمي يد الذمي عليه فيغنم، فأما ما لم تكن يده المشاهدة ثابتة عليه مثل الدواب والعقار والضياع فيغنم. والصحيح أن الكل لا يغنم، معصوم الدم والمال والعرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ولم يفرق بين أسير الأسير العقيري. قال النبي لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حال وحال، ولأن الأسير العقيري قال للنبي: يا محمد إني جائع فأطعمني وإن أعطشان فاسقني وإني أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكلمت بهذه الكلمة قبله يعني قبل الأسر أفلحت كل الفلاح. ثم قال: ثم حقن دمه بإسلامه، يعني يحقن بإسلامه الدم والمال. قال: أما الآن فلا تحقن إلا دمك، فلا تحقن إلا دمك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ابن عسعية فحقن دماءهما وأموالهما وأولادهما الصغار. فروى أن تزوج المسلم حربية أو تزوج الحرب حربية فأسلم فالمنصوص أنه يجوز سبيها واسترقاقها، لأنه لما جاز أن يطلع على هذا النكاح الفسوخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبي والاسترقاق سببا لفسخه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز سبيها لأن فيها حق للمسلم والاستمتاع وليس بشيء، لأن الاستمتاع ليس بمال ولا يجري مجرى المال، ولهذا لا يضمن بالغصب. ونوصف الكافر المجنون أو صبي غير مميز من أولاد الكفار الإسلام لم يحكم بإسلامه لأنه لا حكم لقوله، وإن وصف الإسلام صبي مميز أو مميز من أولاد الكفار فليحكم بإسلامه في ثلاثة أوجه. حكاها شيخ أبو حامد. قال: الوجه الأول ما يصح إسلامه لما روى أن علي بن أبي طالب أسلم قبل أن يبلغ، ولأنه تصح صلاته وصومه فصح إسلامه كالبالغ خلافا أبي حنيفة. الوجه الثاني لا يصح إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، ولأنه غير مكلف فلم يصح إسلامه كالمجنون والصبي الذي لا تمييز له. والثالث أن إسلامه موقوف، فإن بلغ ثم وصف الإسلام حكمنا بصحة إسلامه من حين أسلم قبل بلوغه، وإن وصف الكفر بعد بلوغه أو لم يصف الإسلام لم يحكم بصحة إسلامه، لأنه لا يتبين ما كان منه في الصغر إلا بمن ضاف إليه بعد البلوغ.
وصحيح أنه لا يصح إسلامه، وما روي عن علي فقد روي أنه كان يوم أسلم ابن 11 سنة، فيحتمل أنه أقر بالبلوغ ثم أسلم. فعلى هذا يحال بينه وبين أبوابه، يحال بينه وبين أبوابه لئلا يزهدا في الإسلام. يعني لو قلنا بذلك فلابد أن يحال بينه وبين والديه، قد يزهدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني. فإن بلغ ووصف الإسلام حكم بالإسلام من حين وصف بعد من حين وصف وبعد البلوغ، وإن وصف الكفر قرع، فإن أقام على ذلك رد إلى أهله. وإن سبيت امرأة ولدها الصغير لم يجز أن يفرق بينهما، لما روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة ووالدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وعن عمران بن حصين أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه أن النبي سمع امرأة تبكي، قال: ما لها؟ قيل له: فرق بينها وبين ولدها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا توله والدة بولدها. وهذا إجماع، وإلى أي سن لا يجوز التفرقة بينهما، في قولان: إلى أن يبلغ الولد 7 سنين، والثاني إلى أن يبلغ، يعني يبلغ مبلغ الرجال، وقد مضى توجيههما قبل ذلك، والصحيح أنه إلى أن يبلغ 7 سنين يصير الخائر له بذلك. قال مالك: تحرم التفرقة بينهما إلى أن يسقط سنه وينبت. قال: ليس إلى أن يأكل بنفسه ويلبس بنفسه، وقولهما قريب من قولنا في بلوغه 7 سنين. قال أحمد: تحرم التفرقة بينهما أبدا، وهذا خطأ، لأنه إذا بلغ استغنى بنفسه فلم تحرم التفرقة. التفرقة تحرم للحق المضر به، التفرقة تحرم للحق المضر به، فلم يكن ثمت مضرة نعم فلا شيء في ذلك، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.